Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maakma Belbens Amel Bens fi video jdid. عندي دونك اليوم ما نجموش ما نتحدثوش على قيس سعيد وعلى زيارته لباريس، على خاطر يعني هذاك الموضوع، هذاك يعني الموضوع كي دومين لي ريزو سوسيو. الوغ احنا بصراحه ما نحبوش نظلموا الراجل، ما نحبوش نظلموه، يعني احنا نحاولوا باش نتكلموا بطريقه موضوعيه، وفي نفس الوقت يعني نحكيوا على مشاعرنا تجاه الذي صار. يعني هو انسان مبتدئ في الدبلوماسيه، يعني انسان ما عندوش خبره كبيره في الدبلوماسيه الخارجيه، ما عندوش خبره كبيره في السياسه. اما امونافي الي اسي انتيليجون، نجم يكون يعني ذكي برشا باش يعني يعني يتجنب الاخطاء، الاخطاء يعني البروتوكولات، يتجنب اخطاء، خاطر هو يعني انسان، يعني انسان يمثل الشعب التونسي، عنده رمزيه كبيره ويمثل كرامه الشعب التونسي. ولكن يعني احنا كي شفناه وشفنا اللي صار، شفنا حركاته ومواقفه وتصريحاته، كل مواقفه وتصريحاته لا تعبر عن عقليه الشعب التونسي، عن طموحات الشعب التونسي. بصراحه خيب املنا. علاش خيب املنا؟ تنحكي لكم بعداش. ديجا حركاته يعني سكون ابل لونغاج دو كور، لغه الجسم، يعني من الاول من حقه من قبل كان يفكر، كان يخطط كيفاش باش يسلم على ماكرون، كيفاش باش يتكلم معاه. سي امبورطون. الوغ نشوفو الراجل كب عليه، باسو من الكتف نتاعو، وحنا نعرفو احنا في وقت الكورونا، وقت يعني وقت الازمه الصحيه هذه، يعني فما ريسبكت التباعد الجسمي. هو لا، يعني بالمحبه في ماكرون وبيان بالمحبه وبيان حاول باش يعني يعبر عن ولائه لفرنسا، يعني الراجل اللي يحمل ويبوس في كتفه، في الحم كتف ماكرون، يعني احنا فهمناها، يعني الحمك يعني يبوس في الحمك تفا ماكرون، الا لحمه من خيراتنا ومن ثروات تونس ومن ثروات افريقيا. يعني الجست هذاك، طريقه تسليمه، يعني حسينا فيها اذلال. يعني بصراحه ما نسلموش هكا. انا باش نخليكم تشوفوا بعض الفيديوهات كيفاش يعني بوتين، كيف رجال فرنسا كيفاش سلم على ماكرون، و فيديو اخر كيفاش ايضا بوتين سلم على فرانسوا اولاند. dans quelques instants, et en fait c'est Vladimir Poutine, donc ça y est, qui arrive, que en bas de chemise, hein, qui c'est dire la chaleur qui doit régner sur place. Écoutez, je crois qu'il aime bien ça aussi, parce que hier il était dans la cour de l'Elysée, et donc quand il est sorti du dîner avec François Hollande, la première chose qu'il a faite avant de monter dans sa voiture devant les photographes, ça a été d'enlever sa chemise afin de montrer sa chemise. Alors vous avez vu le salut qu'il a fait aux enfants, là pour le coup on leur tient pas la main, c'est vraiment on les salue comme des adultes. Oui, donc et effectivement, là, c'est une arrivée hautement symbolique pour deux raisons. Pour l'actualité, comme on souligne régulièrement, puisque Vladimir Poutine n'était pas au G8, il n'avait pas le droit de siéger, c'était devenu un G7. En revanche, pour les commémorations, eh bien, il y est là. Et effectivement, diplomatiquement, ça veut dire beaucoup de choses. Mais aussi parce que, et vous le soulignez, pendant la Seconde Guerre mondiale, le rôle de la Russie a été énorme. Et c'est vrai que les Russes, souvent, ont considéré que les historiens avaient tout à fait mésestimé l'effort terrible qui avait été porté sur le front de l'Est, avec un nombre de morts faramineux, et donc qu'on regardait toujours du côté de l'Ouest et pas du côté de l'Est, et que eux se sont... علاش احنا en fait احنا قلنا الحركات هذه والمواقف هذه خيبت املنا، لان احنا لما الشعب انتخب قيس سعيد كان يامل انسان نظيف، انسان يعني مش فاسد، وانسان قوي الشخصيه، وإنسان يعني يدافع على اللغة العربية، ويدافع على الثقافة العربية، ويدافع على الثقافة الإسلامية، ويدافع يعني على الهوية العربية الإسلامية، يعني إنسان متشبث بأصله، بدينه، وبثقافته،
وإنسان يكون يعني قوي الشخصية ولا يعني يعني لا يخضع للضغوطات، لا يخضع للضغوطات. احنا اللي شفناه انسان خاضع للضغوطات ولم يعني كان انسان يعني ادميراتيف، يعني يحب ياسر يعني الثقافه الفرنسيه والثقافه التنويريه. احنا ما قلناش اوني با كونتر، اما يعني انسان يعني ما عبرش على الاعتزاز نتاعو بالهويه نتاعو. من جهه اخرى يعني بخلاف التسليم على ماكرون اللي يعني الحركه هذيك ما هضمناهاش، ما عجبتناش، يعني حسينا فيها اذلال. الحركه الاخرى هي كيف يكمل الديسكور نتاعو في الندوه الصحفيه، يكمل الديسكور نتاعو يجي يقدم فير ماكرون، يعني كانوا العبد يقدم تجاه سيده وكله يعطيه كلمات اللي هي تعبر على ولائه، ولائه المطلق. يعني قالوا احنا يعني اللي صار في تونس واللائحة التي يعني بطريقة رمزية بطريقة يعني غير مباشرة، اللائحة التي يعني الشيء اللي وقع في تونس، اللائحة التي تقدمت لي لطلب الاعتذار عن الجرائم الاستعمار، راهي يعني مش افكارنا مش متاعنا. طريقة كلامه يعني تبرأ من الذي صار في تونس في البرلمان، من اللائحة التي قدمت لطلب الاعتذار، وحطها لصقها في الناس، بعض الناس اللي يحبوا يرجعونا للوراء. يعني هذا يعني سمى تعبير عن ولائه لماكرون ولفرنسا وللغرب. أولا أيضا من أول الندوة الصحفية كيف جاي يتكلم باللغة العربية، يعني بدأ بالتبرير، يعني بدأ قاعد يبرر، قال أنا حملت توت ماسكولاريتي باللغة الفرنسية، أما خاطر نتوجه للشعب التونسي باش نتكلم بالعربية، يعني كان كومي سيكسكيوز معناه. وبعدين جو فات ونزيد يقدم في الزمن، نزيد يعني يقعد في الوقت، ونزيد يقدم الوقت، يزيد يعني يختلف أكثر أخطاء. يعني كل يوم فما فضيحة، يعني يقعد جو سي با 48 ساعة، لي 48 ساعة معناه تعداو فضيحة بعد فضيحة. ensuite l'entretien مع الصحفي، هذيك عاد عملت العار، يعني الحمايه الاحتلال ردوا مش احتلال معناه حمايه، يعني هو الحمايه جات كتعلل الاحتلال، اما هو يعني قالها، يعني قال حاول باش يخفف من الجرائم الاستعماريه ويحكي على حمايه عوض احتلال. والاكثر من ذلك ايضا لو بروفيرب الفرنسي اللي قالوا كي سيكسكوز ساكوز، يعني كانه يعني حتى كانه وجهته لفرنسا، سي سيكسكوز اذا قدمت اعتذارها يعني باش تظلم نفسها. وهذا يعني هذا معناه يعبر اللي هو كان هو يعني في حط نفسه يعني في صف فرنسا، يعني في خدمه فرنسا، يعني في خدمة يعني العبد يخدم سيده، يعني ما فماش يا با دو انتربريتاسيون. حتى الصحافي مسكين تعجب دهش يعني قدامه، خاطر نورمالمون سي ان دووا، سي ان دووا ليجيتيم باش معناه بلد مستعمر كان ضحية الجرائم يطلب لي زيكسكوز، معناه سي فريمون سي ان دووا ليجيتيم انترناسيونال. هو السيد هذا يعني السيد قيس سعيد يعني استخسر فينا، استخسر في الشعب نتاعو باش يطلب لي زيكسكوز. وبعداش يعني من جهه اخرى ايضا كيفاش عبر عن ولائه لفرنسا، عندما قال انا لا انتمي للفكر الاسلامي، الفكر الاسلامي السياسي، انا انتمي الى عائله اخرى، وما قالش شنو العائله، العائله الفكريه التي ينتمي اليها. يعني هذا ايضا غموض، يعني هذا نشوفوه غموض في فكره، في تفكيره، في العائله السياسيه التي ينتمي اليها.
يعني احنا نشوفه كوف كوم انه معناه مش معناه نشوف يعني فما انفصام في الشخصية متاعه. يعني انسان يموت على العربية الفصحى، مواظب على صلاته، يمشي يصلي في الجمعة قدام الناس الكل، يعني انسان يعني ملتزم، مسلم ملتزم، وفي نفس الوقت انسان يعني يذم ويعني يذم في الاسلاميين ويعطاهم ظهره، وهو نساء يعني نساء في يعني في الوقت الانتخاب نتاعو. يعني نعرفوا احنا الاسلاميين اكثريتهم يعني لا ماجوريتي صوتوا قيس سعيد. على من جهه اخرى ايضا طريقه الجلوس نتاعو يعني كيف تجلس مع ماكرون، نشوفوه جالس يعني رجل على رجل مضمومين، رجليه مضمومين، والجلسه هذيك يعني المونتر يعني توري اللي هو انسان يعني حشام، انسان بوديك وانسان منغلق على نفسه. كنشوفوا معناه ماكرون كيفاش قاعد، ماكرون يعني قاعد رجل على رجل ومطنقر صباطه مقابل دونك قيس سعيد. وال يعني القاعده هذيك الجلسه هذيك يعني تكشف على لي رابور دو فورس، يعني معني شكون يعني شكون الاعلى على يعني تكشف العلويه ماكرون على قيس سعيد. واذا شفنا ايضا اذا نعمل كومباريزون مع كيفاش اردوغان يقعد مع ماكرون، نشوفوا لو كونترير، نشوفوا يعني لوبوزي، نشوفوا ماكرون قاعد يعني بطريقه يعني حشامه محتشمه ورجليه مضمومه ويغزر معناه باعجاب لاردوغان، واردوغان قاعد رجل على رجل ومطنقر صباته مقابل ماكرون. يعني اردوغان يعني ظهر اللي هو يعني هو يعني ينتمي الى قوه اقتصاديه وعسكريه تنجم تكون اقوى او اكبر من فرنسا. ان شاء الله الفيديو هذا عجبكم، وان شاء الله في فيديو اخر تاع تحليل. و كما قلت لكم احنا توا اكتشفنا قيس جديد اخر، اكتشفنا قيس اللي هو موالي للقوى الغربيه. المشكله اذا البلد يكون موالي 100% للقوى الغربيه، راكم باش حياتكم كل باش تتبدل. يعني اون فا تومبوزي يعني الغرب يفرض عليكم قوانينه يعني بيخص العائله الاسره، بيخص العلاقات المراه والرجل، بما يخص الزواج، يعني باش لازم ولابد باش يقننوا المثالية، باش يدخلوا أيضا فكرة الزواج المثاليين، وأيضا قاعد فما بروجي آخر قاعد أنكور باش يعني يلغيوا حكومة حكم الأعدام، يلغيوا حكم الأعدام، وهذا يعني هذوما كل أفكار ومشاريع غربية، والأكثرية هي يعني مشاريع غربية لا تلقى أصلها الفكري في المنظومة الفكرية الماسونية، أو الماسونية أصلها تلقى يعني هي متكونة من فكر يهودي، من فكر يعني هم اليهود الأوروبيين الذين يعني كونوا، الذين خلقوا الماسونية لضرب الدين المسيحي في أوروبا. وإن شاء الله يكون قيس سعيد يعني واعي بالشيء اللي صار، إن شاء الله يشوف يعني شنو صار، نشوف يعني كيفاش الشعب التونسي يعني رد كيفاش رد الفعل على الزياره نتاعو، وان شاء الله الحاشيه نتاعو ولا في جرت ولا دايره به يعني ما تخليش منعزل عن الشعب التونسي. وان شاء الله كل عام وتونس بخير، وان شاء الله كل عام وتونس بخير، ونحاولوا باش نكونوا متفائلين للمستقبل. إن شاء الله الفيديو هذا عجبكم، وإلى اللقاء على بخشين، ومتنساوش تعملوا لايك، ومتنساوش أيضا تشاركوا في قناة يوتيوب، وتحاولوا باش تجيوا طنزونتو على قناة يوتيوب، على خاطر قناتي يعني محتاجة للدعم ومحتاجة لمشاركين. السلام عليكم.